يدفع شاب رجلا تسعينيا فيلقيه أرضا، مشهد بات مألوفا لدى بعض الأقليات لكثرة تكراره في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة. حوادث الكراهية التي تستهدف الأمريكيين من أصول أسيوية زادت، وإحدى ضحاياها الدكتورة جينيفر هو. صرخت علي امرأة عندما كنت أمشي مع كلبي: ابعد الكلب من هنا سيسبب لنا الأمراض. كانت تصرخ بصوت عال ولم أدرك في الحال ما الذي يحدث. أكثر من 3000 اعتداء بدافع الكراهية تم تسجيله ضد الأمريكيين من أصول آسيوية منذ نيسان أبريل الماضي وفق بعض الإحصاءات. تعدى بعضها اتهام الأمريكيين من أصول آسيوية بنشر جائحة كورونا إلى الاعتداء عليهم جسدياً. هنا في منطقة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا التي يؤمها أمريكيون من أصول آسيوية، حضر ناثانيال. التواصل مع الآخرين يقول هو السبيل الوحيد للحد مما يحدث، لأنه ينبع عن جهل. لعب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الدور الأكبر في الترويج له. ما حدث على مدى السنة الماضية ساهم في زيادة حوادث الكراهية. خطاب ترامب الذي سمى كورونا بالفيروس الصيني أدى إلى ذلك. يتفق كثيرون بشأن أسباب زيادة اعتداءات الكراهية في المجتمع الأمريكي، لكن ما يتم الإبلاغ عنه يتخوف البعض هو غيض من فيض. إذا نظرنا إلى ما يحدث سياسيا على سبيل المثال، فإن مؤيدي الرئيس السابق الذين يتبنون العنف قلة لكنها مؤثرة، وهناك قاعدة إما تدعم أو لا تشجب مثل هذه الأعمال. ومع الاتهامات التي توجه إلى الإدارة السابقة، يتطلع الأمريكيون إلى الإدارة الحالية لإيجاد حل. حل يقوم على اتخاذ سلسلة إجراءات، يقول متابعون، للحد من اعتداءات الكراهية بشكل عام والخطاب المعادي للأقليات بشكل خاص. آلاف الحوادث تسجل ضد الأمريكيين من أصول آسيوية كل عام. المخاوف أن تزداد مثل هذه الحوادث في ظل أجواء ساهمت في زيادة العنصرية ضد الأقليات. ريما وحمدية، العربي، فيرجينيا.